السجن مزيان هذا السلك هذا ما باش نزل الله يتبقى هذا السلك أولا تعزينا الحارة لأسرة الفقيد ولأسرة الأمن الوطني بخصوص مقتل هذا الضابط رحمه الله وأسكنه فسيح جنته وإنا إليه راجعون. فيما يخص ما يقع بأسفي فهي مسؤولية يتحملها الجميع وأخص بذكر مسؤولية تتحملها الدولة. فكيف يقال أن رجل أمن يبغيته أنه يحافظ على الأمن ديال المواطنين وممتلكاتهم دايرين لي قوانين جزرية محاصرين بها، كيف يقال أن مجرم حامل سيف على شرطي وكتسنوا أن هذاك الشرطي أو الضابط حتى كيربط الاتصال بالسيد وكيل الملك أو لا بالإدارة أن اللي كتعطوه الأوامر، واش هذا المجرم حتى كيقطع عليه راسه اللي تعطوه تما الأوامر؟ كيفاش بغيتوا أن رجال الأمن أنهم اللي غيحافظوا على الأمن ديالك وأنتم محاصرينهم بقوانين اللي هي زجرية؟ لهذا نطالب الدولة أن تحمل المسؤولية وتعطي الأوامر لجميع رجال الأمن أنهم في حالة إلى حمل شي واحد سلاح أنها تطلق عليه النار. أما الأحسن أن هذاك المجرم أما الأحسن يموت؟ كيف يعقل أن الدولة مجرم دير جريمة بشعة والدولة كتخسر عليه أموال طائلة من الغاز ومن كل شيء وكنبقى ندو فيه المحكمة ونجيبو فيه؟ سعد الخضر كيفاش تلقيتوا أنتم كحقوقيين وكحقوقي بأهل المدينة كيف تلقيت خبر مقتل الضابط؟ صراحة نزلت علينا كالصاعقة لأن المرحوم رحمه الله رأي
الابن ديال الحي ديالنا وترعرعنا معاه وعمر كلمه عيب ما شفنا فيه ومواظب على الصلاه ديالو الكل كيبغيه سي محمد الكل كيبغيه لا كبير ولا صغير نتمنوا ليه الرحمه والمغفره وان الدوله تضرب بيد من هذه كل من سولت له نفسه انه يعتدي على المواطنين وعلى الممتلكات ديالهم شكرا سي عبد القادر